السلام عليكم يا جماعة. إن شاء الله النهاردة هنكمل حل زي ما اتفقنا. تعال نشوف المسألة كده. دي اللي قدامنا بيقول لي 1 كيلوغرام بلوك اوف كبر عن 350 ديجري سيلسيوس is quenched in 10 كيلوغرام اويل باث initially at ambient temperature of 20 degree Celsius. Calculate the final temperature. No heat transfer to or from ambient، يعني مفيش هيت ولا داخله ولا خارجه من الامبيانت على السيستم اللي عندك، اللي هو عباره عن حته كبر محطوطه في حوض زيت زي ما احنا شايفين كده بالشكل اللي قدامنا ده هنا اهو. و بيقول لي ان التشينج كمان احسب لي، هو عايز الفاينل تمشر وعايز التشينج ان افيلابيلتي اوف ذا سيستم، اللي هو مين السيستم ده، الكبر والاويل مع بعض. فبيقول لي اسيوم السبيسيفيك هيت اوف كبر بكذا، اللي هي 0.385 كيلو جول لكل كيلوغرام كلفن، والاويل 1.67 كيلو جول لكل كيلوغرام كلفن. يعني الموضوع عندي زي ما احنا شايفين، ادي حته الكبر اهي محطوطه في الاويل باس، والتانك كله معزول لان مفيش هيت ولا داخله ولا خارجه. مديني درجه الماس بتاعه الكبر، مديني درجه حراره الكبر ب 350 ديجري سيلسيوس، مديني الماس بتاعه الاويل ب 2 كيلوغرام، مديني درجه حراره الاويل ب 20 ديجري سيلسيوس، طالب التي كبر 2 والتي اويل 2 اللي هما الاثنين قد بعض، لان طبعا هما هيوصلوا للايكوليبريم صح، للاتزان، فيوصلوا عند درجه حراره واحده، وطالب التشينج اوف افيلابيلتي للكبر والاويل، بس هو طالب للاوفرول يعني ده وده، فكاننا هنحسب دي لوحدها ودي لوحدها وبعد كده نجمع الاثنين. طبعا اول حاجه هعملها هنا ان انا ابدا اطبق الفيرست لو اوف ثيرموداينامك على الاوفرول سيستم اللي هو الكبر والاويل. انت طبعا من هنا بتقدر تطبق الفيرست لو على الكبر بس وعلى الاويل بس، بس لما تطبق الفيرست لو على الكبر هيبقى فيه هيت خارجه، ولما تطبق الفيرست لو على الاويل هيبقى فيه هيت داخله، اللي هي طبعا هتساوي في الاخر نفس الهيت مع مراعاه فرق الاشاره، فهتوصل لنفس النتيجه لما تطبق الفيرست لو على الاوفرول سيستم، وده الافضل يعني ده الاسرع. فلما اطبق الفيرست لو هقول ايه؟ كيو ماينس ورك بيساوي دلتا يو من 1 ل 2. الحقيقه مفيش كيو مفيش ورك، فالاثنين بصفار. طبعا انا بتعامل مع الاوفرول سيستم، فيطلع لي ان يو 2 بتساوي يو 1، يعني الانترنال انرجي ما اتغيرتش، او بمعنى ان دلتا يو من 1 ل 2 بزيرو. طبعا دلتا يو لمين؟ للكبر وللايرن وللاويل، عشان كده انا بقول دلتا يو للكبر من 1 ل 2 زائد دلتا يو الاويل من 1 ل 2 بتساوي زيرو. طبعا دلتا يو الكبر سوليد والاويل ليكويد، فلما نيجي نحسب التشينج اوف انترنال انرجي لسوليد او ليكويد، فاحنا بنحسبها عباره عن ام سي دلتا تي، يعني اقول ام كبر في سي كبر في دي 2 ناقص تي كبر 1، زائد ام كبر اويل في سي اويل في تي 2 ناقص تي اويل 1. معايا كتله الكبر الماس بواحد، معايا سي بتاعت الكبر 385 جول لكل كيلوغرام كلفن، معايا تي كبر 1 ب 350 ديجري سيلسيوس، معايا الماس بتاعت الاويل ب 2 كيلوغرام، معايا السي بتاعت الاويل 1670، معايا تي اويل 1 ب 20 ديجري سيلسيوس، ومن هنا هقدر اطلع تي 2 بكام ديجري سيلسيوس، هجمع عليها 273 واطلعها كام كلفن. يبقى كده جبنا تي 2 سواء كبر او اويل، ايه دي الفاينل اكوليبريم تمبشر. هو طالب بقى دلوقتي التشينج اوف افيلابيلتي، فلما اجي احسب التشينج اوف افيلابيلتي في الكبر، فهقول ان هي بتساوي دلتا يو ماينس تي نود دلتا اس بلس بي نود دلتا في. ما تنساش ان دلتا في بزيرو لان ده سوليد، فيطلع لي في الاخر دلتا يو ماينس تي نود دلتا اس للكبر. دلتا يو بتساوي ام كبر في سي كبر في تي 2 ماينس تي كبر 1 وماينس تي نود دلتا اس. طبعا الكبر ده يعتبر سوليد، والسوليد دلتا اس بتساوي ام في السي في اللين تي على تي. طبعا معايا ام كبر بواحد والسي 385، ومعايا تي كبر واحد ب 350 ديجري سيلسيوس، ومعايا تي نود ب 293. خلي بالكم هي ما كانتش جيفن، بس احنا فرضناها اقل درجه حراره اللي هي ال 20 قريبه من درجه حراره الجو. خلي بالك انت بتفرضها دايما ب 298 او ب 300، وهنا برضو مش غلط لو فرضتها كده، لان هو ده المفروض تقريبا حدود او الرينج بتاع درجات حراره الجو، لكن يفضل انك تشوف اقل درجه حراره عندك قريبه من درجه حراره الجو، هي دي اللي تاخدها على انها تي نود. يعني الصح هنا هي 293 كلفن. معايا كتله الكبر بواحد، ومعايا السي كبر ب 385 زي ما شفنا. هنا بقى خلي بالك دي ريشيو لين تي على تي، فلازم تعوض درجه حراره بالكلفن، عشان كده معوض تي 2 بالكلفن وتي 1 كبر 1 بالكلفن، انما هنا ده فرق مش فرق تعوض ايه، بس اهم حاجه لو الاثنين كلفن او الاثنين ديجري سنتش. طالما تعوض هتطلع قيمه بالجول، دي طبعا التشينج اوف افيلابيلتي، وهتطلع بالنيجاتيف لان هنا معناه ان في ديكريسنج، لان حته الكبر بردت معنى كده انها فقدت انرجي، والانرجي دي كان فيها جزء اكسرجي ضاع، او سوري مش ضاع فقدته، فلازم يحصل نقصان في الاكسرجي للكبر. تعالوا بقى نشوف الاويل.
فلما اجي احسب التشينج اوف افيلابيليتي الاويل هحسبه دلتا يو ماينس تي نوت دلتا اس بلس بي نوت دلتا في، طبعا الاويل ليكويد وبالتالي برضو الدلتا في بزيرو لانه الليكويد انكمبرسبل. فالدلتا يو هتبقى عباره عن ام اويل في سي اويل في تي 2 ناقص تي اويل 1 ماينس تي نوت دلتا اس، هتبقى ام سي لان تي على تي لان الليكويد بنحسب له دلتا اس زيه زي السوليد. معايا الماس بتاعت الاويل ب 10 كيلو جرام، معايا السي ب 1670، معايا تي اويل 1 ب 293، وتي 2 معايا بالكلفن جبتها، ومعايا كل حاجه اهو عوضت هيطلع رقم، والرقم ده هتطلع اشارته بوزيتيف لان الاويل هنا اكتسب طاقه والطاقه دي كان فيها جزء اكسيرجي، فبالتالي الافيلابيليتي اللي في الاويل زادت بالمقدار ده، عشان كده في انكريزنج في الافيلابيليتي وده اللي بتعنيه الاشاره. لما تجمع الاثنين على بعض عشان تطلع الاوفرول تشينج اوف افيلابيليتي هيطلع لك اشاره بالسالب، يعني معنى كده ان القيمه او التغير اللي حصل في الكبر كان اعلى من اللي حصل في الاويل، وده اللي بتعنيه الاشاره دي. طيب خلي بالك هو كان طالب كده واحنا اوريدي خلصنا المساله، بس لازم تتامل في الارقام اللي بتطلع. يعني ايه التشينج اوف فاليبيليتي للاوفرول لازم تطلع نيجاتيف؟ لان انا هنا عندي هيت ترانسفير حصل خلال فرق درجات حراره، صح ولا لا؟ هيت ترانسفير ثرو فاينايت تمبرتشر ديفرنس، وده بيعتبر عامل من عوامل الايرفرسابيليتي، فانا عندي ايرفرسابيليتي لازم يكون في اكسيرجي لوس. طب انا لما اجي ببص على الاوفرول انا استفدت ايه؟ ما استفدتش حاجه، يعني مفيش جند اكسيرجي، وبالتالي لازم تكون الاكسيرجي كلها ضاعت، وانا عندي هنا تغير طلع بالسالب، صح ولا لا؟ لان في افيلابيليتي قلت، صح ولا لا؟ ولو انت رحت تحسب الاكسيرجي لوس او ديسترويد او الريفرسابيليتي زي ما انت تسميها اللي هي بتحسبها تي نوت دلتا اس توتال، صح ولا لا؟ فهتبقى تي نوت في دلتا اس للكبر زائد دلتا اس للاويل، ما انا ما عنديش حاجه ثانيه، ما هي دلتا اس توتال بتبقى عباره عن دلتا اس سيستم زائد دلتا اس سراوندنج. واحد يقول لي يعني انا كده واخد الكبر والاويل سيستم واعتبرت ان ما فيش سراوندنج لان ما فيش هيت خارجه ولا داخله، اقول له اه. واحد يقول لي طب انا كده ممكن اعتبر الكبر سيستم والاويل سراوندنج، اقول له صح. واحد يقول لي ممكن اعتبر الاويل سيستم والكبر سراوندنج، اقول له صح. ما هي في الاخر دلتا اس توتال هي دلتا اس كبر زائد دلتا اس اويل. دلتا اس كبر عرفنا نحسبها، دلتا اس اويل عرفنا نحسبها، لما تعوض هيطلع لك قيمه. ما تنساش ان لازم تلاقي ان القيمه اللي طلعت هنا هي نفسها القيمه اللي طالعه هنا، بس فرق اشاره لان الافيلابيليتي قلت فعلا لكن كلها ضاعت، واضح؟ لان مفيش اي جند. فتقدر تحسب حاجه باكتر من طريق، يعني كان ممكن انا بدل ما اقعد احسب دلتا فاي للكبر ودلتا فاي للاويل واجمعهم عشان اطلع دلتا فاي اوفرول، كان ممكن احسب الايرفرسابيليتي وحط جنبها نيجاتيف لان عارف ان الفرق بينهم اشاره، واضح؟ طيب تعالوا نشوف كده مساله ثانيه. المساله الثانيه بيقول لي air compressor takes air at state of surrounding كذا 100 كيلو باسكال و 300 كلفن، الهواء exits the air exits at 400 كيلو باسكال و 200 ديجري سيلسيوس at the rate of 2 كيلوغرام بير سكند. يعني اداني ان الهواء ده داخل بدرجه حراره الجو اللي هي 300 كلفن ودرجه حراره الجو اللي هو سوري وضغط جو اللي هو 100 كيلو باسكال. طبعا الهواء هيدخل من ستيت 1 وهيطلع من ستيت 2، وفي طبعا ورك انا بدفعه عشان ادور الكمبريسور. خارج بضغط 400 كيلو باسكال ودرجه حراره 473 كلفن اللي هي 200 ديجري سيلسيوس بمعدل سريان ام دوت بتساوي 2 كيلوغرام بير سكند. بيقول لي ديترماين ذا مينيمم كومبريسور ورك input, determine the actual compressor work, determine the isentropic compressor work, determine the compressor second law efficiency, determine the compressor isentropic efficiency. طيب يعني طالب مني المينيمم باور اللي انا هدفعه، طالب مني الاكتوال باور، طالب مني الايزنتروبيك باور، طالب مني الايزنتروبيك افشنسي، طالب مني السكند لو افشنسي. واحد يقول لي هو مش المينيمم باور ده هو الايزنتروبيك؟ اقول له لا. يقول لي طب المينيمم باور ده؟ اقول له ريفرسيبل او الايزنتروبيك، انا ما اعرفش، هو طالب المينيمم اقل حاجه تدفعها، وفي الغالب بيبقى قصده الريفرسيبل يعني، بس انا كده كده هحسب كل حاجه. تعالوا نشوف هنبدا ازاي. اولا طالما ظهرت الايزنتروبيك افشنسي يبقى انا عندي 3 ستيتس، عندي ستيت 1 وستيت 2 اكتوال وستيت 2 اس. ستيت 1 اعرف لها معلومتين، ستيت 2 اعرف معلومتين. طبعا تي 2 دي هتبقى تي 2 اكتوال مش اي تي 2 لان دي المعلومات الفعليه. هبدا اشتغل هنا ازاي؟ هبدا اطبق الايزنتروبيك ريليشن، معايا بي 2 اللي هي بي 2 على بي 1 بيساوي تي 2 اس على تي 1 بالشكل ده، بار كي على كي ماينس 1. معايا بي 2 ب 400 كيلو باسكال وبي 1 ب 100 كيلو باسكال وتي 1 ب 300 كلفن، معايا الكي 1.4 اقدر احسب تي 2 اس. ليه بجهز نفسي؟ عشان انا هبدا اطبق الفيرست لو، لان انا طالما عندي ايزنتروبيك افشنسي يبقى انا عندي 3 ستيت 1 و2 اكتوال و2 اس، وعندي 2 بروسيسز 1 ل 2 اكتوال و1 ل 2 اس، صح ولا لا؟
هطبق الفيرست لو على الاجراء الايزنتروبيك، اتفرج معايا كيو ماينس ورك بيساوي دلتا اتش بلس دلتا كاينتيك بلس دلتا بوتنشال، صح ولا لا؟ مفيش هنا سرعات، يبقى دلتا كاينتيك بزيرو ودلتا بوتنشال بزيرو والكيو بزيرو لان انا بتعامل مع الاجراء الايزنتروبيك. فيطلع لي الايزنتروبيك باور بيساوي ام دوت سي بي تي 1 ماينس تي 2 اس، طبعا قلبنا عشان الاشاره النيجاتيف، معايا الام دوت ب 2 ومعايا السي بي ب 1005، معايا تي 1 300 كلفن ومعايا تي 2 اس جبتها، هقدر اطلع الايزنتروبيك باور هيطلع اشارته نيجاتيف وهيطلع لي رقم كام جول بير سكند. يبقى ده كده اول مطلوب طلعناه اللي هو الايزنتروبيك باور. عايزين نجيب الاكتوال باور، يبقى لازم اطبق الفيرست لو على الاجراء الاكتوال. وقبل ما اطبق الفيرست لو على الاجراء الاكتوال كان لازم ابص على الكمبريسور، هل الكمبريسور ده معزول، هل فيه لوس، هل مفيش اي حاجه مدهاني. خلاص تعالى بقى نطبق الفيرست لو كده في الاجراء الاكتوال. هقول كيو ماينس وورك بيساوي دلتا اتش بلس دلتا كاينتيك بلس دلتا بوتنشال ان دي فلو ديفايس اوبن سيستم. الكيو ما جابش سيرتها ولا هقدر اشتغل من غيرها، فهقول له اسيوم ان ده انسوليتد كومبريسور، وده فرض منطقي جدا من حاجه تعمله في اي وقت طالما واقف عليها، وطالما احنا اتفقنا قبل كده طالما ما ادانيش الهيت ولا طلبها وانا واقف عليها مش هقدر اشتغل من غيرها، من حقي ان انا افرضها بزيرو. فرق السرعات مش موجود، فرق ارتفاعات، يبقى دلتا كاينتيك ودلتا بوتنشال بزيرو، هيطلع لي ان الاكتوال باور بيساوي ام دوت سي بي تي 2 1 ناقص تي 2 اكتوال، طبعا برضو قلبنا عشان الاشاره السالب، هعوض بام دوت ب 2 والسي بي ب 1005 ودرجه حراره 300 اللي هي تي 1 وتي 2 اكتوال ب 473 كلفن، هطلع الاكتوال باور هيطلع لي نيجاتيف رقم وحده جول بير سكند. تمام. تاني مطلوب تعال نجيب الايزنتروبيك افشنس، سهله جدا لان هي بتساوي الايزنتروبيك ورك باور على الاكتوال باور في حاله الكمبريسور، وده قانون ملوش اي شروط. تعوضنا تعويض مباشر، طلعناها بتطلع فراكشن، هضربها في 100 عشان اطلعها بيرسنت. تعال نحسب السكند لو افشنسي، احنا اتكلمنا ان هي بتساوي الجيند اكسيرجي على السبلايد او واحد ناقص الريفرسابيلتي على السبلايد او جيند على الجيند زائد الريفرسابيلتي براحتك. فانا هنا الموضوع مش محتاج، طبعا الورك الاكتوال هو ده السبلايد اكسيرجي اللي انا دفعته للكمبريسور. اللي حصل ان الاكسيرجي اللي كانت عند الهواء زادت، وهي دي مقدار الزياده اللي هي ابساي 2 ناقص ابساي 1، طبعا ابساي 2 اكتوال انا بتعامل مع الاكتوال كيس، ففرق الابساي على الباور هو ده اللي هيجيب لي السكند لو افشنسي. الجيند اكسيرجي تاني هنا هو الاكسيرجي اللي زادت مع الهواء كماس، والسبلايد هو الشغل اللي انا دفعته في صوره شافت ورك. هنحسب دلتا ابساي ازاي؟ تعال نفتكر مع بعض. دلتا الابساي بتساوي اتش 2 ناقص اتش 1 ماينس تي نود اس 2 ناقص اس 1، لان هنا ما عنديش ولا سرعات ولا ارتفاعات، فبالتالي الاكسيرجي هتبقى هي اللي موجوده في الانثالبي. فرق الانثالبي بيساوي ام دوت سي بي تي 2 اتش ناقص تي 1. دلتا اس بتساوي ام دوت في السي بي لين تي على تي ماينس ار لين بي على بي. معايا ام دوت ب 2 والسي بي ب 1005 وتي 2 ب 473 اللي هي تي 2 اكتوال، ومعايا تي 1 300 كلفن، تي نود معايا 300 كلفن، ام دوت معايا، سي بي معايا، كل حاجه معايا، بي 2 ب 400 كيلو باسكال، بي 1 ب 100 كيلو باسكال، الار ب 287، كل حاجه معايا، هعوض هيطلع لي الرقم وهيطلع بوزيتيف لان الاكسيرج بتاعت الهواء زادت، وهو ده الريت اوف انكريز اوف اكسيرج للهواء اللي هعوض بيه. طبعا انا معوض مودلس زي ما انتم شايفين في القانون بتاع السكند لو افشنسي، عشان لازم تطلع طبعا الافشنسي قيمه موجبه. هعوض تعويض مباشر، طلعنا الافشنسي بكام، هضربها في 100 عشان اطلعها از بيرسنت. وما تنساش انك انت ممكن تحسبها واحد ناقص الريفرسابيلتي على الاكتوال باور. معاك الاكتوال باور، لو قدرت تحسب الريفرسابيلتي كنت تقدر تخلص. في واحد يقول لي طب احسب الريفرسابيلتي ازاي؟ اقول له سهله جدا، مش الريفرسابيلتي بتساوي تي نود في دلتا اس توتال، ودلتا اس توتال هي عباره عن دلتا اس سيستم زائد دلتا اس سراوندنج، وعندنا هنا الكمبريسور معزول يبقى دلتا اس سراوندنج بزيرو، ودلتا اس سيستم هتبقى اس 2 ناقص اس 1 اللي انت لسه حاسبها اهي بالشكل ده. هتعوض هيطلع لك رقم وهتطلع اشارته بوزيتيف لان الريفرسابيلتي دايما لازم تطلع بوزيتيف. وخلي بالك ان الرقم اللي طلع ده هتلاقيه هو هو اللي انت طلعته هنا، هو هو تقدر تعوض بيه، هو بوزيتيف، فبالتالي مش محتاج الكلام ده، تعوض بيه هنا. ومعاك الاكتوال باور لازم تعوض بمودلس، تعوض بالقيمه بوزيتيف، هتطلع السكند لو افشنسي. يبقى في طريقتين هنا تقدر تحسب بيهم السكند لو افشنسي، يا اما فرق الابساي على الورك اكتوال، يا اما واحد ناقص الريفرسابيلتي على الورك اكتوال، وتقدر تشتغل زي ما احنا شفنا.
في مطلوب ناقص اللي هو المينيمم باور. تعالوا نحسب الريفرسبل باور وبعد كده نتكلم عنه. لما اجي احسب الريفرسبل باور فاحنا عارفين ان دي المعادله العامه للريفرسبل باور اللي جايه من الاكسيرجي بالانس. فاكرين انك تعمل اكسيرجي بالانس على اجراء ريفرسبل وهتطلع لك بالشكل ده، اللي هي نيجاتيف فرق الابساي من 1 ل 2 اكتوال بلس الاكسيرجي اللي في الهيت. طبعا هنا مفيش هيت فالاكسيرجي اللي فيها اصلا بزيرو لان مفيش اصلا هيت. ونيجاتيف فرق الابساي هيبقى هو ابساي 1 ناقص ابساي 2 اكتوال. احنا لسه حاسبين ابساي 2 ناقص ابساي 1. كل حكايه انه هيطلع لي نفس الرقم مع اختلاف الاشاره. هنا الورك ريفرسبل هيطلع نيجاتيف لان ده ورك مدفوع، لكن الابساي زادت فهي طالعه بوزيتيف زي ما احنا شايفين بس بنفس القيمه. في ملحوظه مهمه ان انت عندك دلوقتي ثلاث انواع من الشغل، عندك الورك اكتوال وده الشغل الفعلي اللي انت دفعته في الكمبريسور، عندك الريفرسبل باور وده اللي انت كنت المفروض تدفعه لو مشيت بمثاليه ما بين ستيت 1 وستيت 2 اكتوال، والايزنتروبيك باور وده اللي انت هتدفعه لو مشيت ايزنتروبيك. واضح؟ وخلي بالك ان هنا الاكتوال باور اكبر من الريفرسبل، اكبر من الايزنتروبيك. دايما الاكتوال باور اكبر حاجه، لكن مش دايما الريفرسبل اكبر من الايزنتروبيك، لان في اجراء سبيشال كيس اللي هو الايزوثيرمال. في حاله الايزوثيرمال بيبقى الريفرسبل باور اقل من الايزنتروبيك. واضح؟ دي كانت مساله الثانيه. هشوفكم فيديو تاني بنحل فيه اكتر شويه على الاكسيرجي وعلى الانتروبي اللي هو الفيديو الجاي ان شاء الله. اشوفكم على خير.